معانا عبر الهاتف زميلنا العزيز المميز جدا اللي عامل شغل عظيم جدا من السنغال، ماهر جنينه. يا ماهر، طمنا على الاوضاع هناك، وفرحانين ومبسوطين بشغلك، ومبسوطين اصلا ان احنا باذن الله السنغال تكون خطوتنا لكاس العالم. اهلا بيك كريم، واهلا بمشاهدي برنامج رقم 10 معاك من العاصمه السنغاليه دكار. اكيد يعني احنا منتظرين وصول منتخب مصر. انا دلوقتي متواجد في فندق عاصمه منتخب مصر. الاجواء هنا في السنغال كلها الناس يعني الحديث الاول هنا عن لقاء مصر والسنغال. جماهير السنغاليه متحمسه بشكل كبير، عندهم حماس بشكل كبير، وعندهم الثقه الزايده بقى اللي هي موجوده من ايام من قبل اللقاء الاول في القاهره. وهم شايفين نفسهم ان هو فريق السنغال يقدر يعمل نتيجه ايجابيه هنا. النهارده كنت متواجد في التمارين هناك. ديالو هيغيب عن اللقاء، من الواضح كده ان هو ما شاركش في التمرين النهارده، فهو هيغيب عن اللقاء. واضح ان السيسي لاعب اولمبياكوس هو اللي هيشارك. غير كده من الواضح ان اليو سيسيه هيعتمد على خطه هجوميه من بدايه اللقاء عشان يعوض الهدف. تصريحات اليو سيسيه بيقول انا يعني بطمن الشعب السنغالي، انا حتى لو اللقاء كان انتهى في السنغال في القاهره بنتيجه 0-0 انا كان يجب علي ان اسجل هدف هنا، وده اللي انا هعمله. انا اللعيبه بتاعتي مش هتلعب تحت ضغط، انا هلعب ان انا اسجل هدف ومرميه ما يدخلش فيها اي هدف. ده كان كلام اليو سيسيه، ويعني هو عمل حديث قوي للجماهير، طلب منهم ان هم يكونوا متواجدين في اللقاء. طيب هل في تغييرات على المستوى الهجومي في المنتخب السنغالي؟ كان يتحدث اليو سيسيه بعد المباراه اللي فاتت انه كان في مشكله في الناحيه الهجوميه في ترجمه الفرص لاهداف، هل هيعمل اي تغييرات؟ اعتقد حتى الصحافه السنغاليه اتكلمت في النقطه دي، منتخب السنغال عنده مشكله هجوميه، ما سجلش في نهائي امم افريقيا، لم يسجل في القاهره. اعتقد يعني طريقه اللعب ممكن ينزل لعيبه عندهم كره هجوميه اكتر. بس هو برضو يعني هيلعب بتامين دفاعي لحد ما، لان هو فاهم لو منتخب مصر سجل هدف هيكون الامر ازداد صعوبه عليه. هو المنتخب وصل ولا لسه لحد دلوقتي؟ يعني هو تقريبا يعني على وصول، احنا متواجدين حاليا في مقر اقامه منتخب مصر، ومنتخب مصر ان شاء الله يكون على وصول. يعني طيب انا سمعت كل الناس هنا مستعده بشكل كبير. اتفضل. انا سمعت تصحيح من الضربه على تواجد ملعب المباراه بمسافه بعيده عن فندق الاقامه، هل الكلام ده مظبوط ولا المسافه قريبه؟ بص يا كريم، انا باكد لك الكلام ده، يعني زي ما السفيره قالت هنا ان الملعب فندق هنا في العاصمه السنغاليه دكار في قلب العاصمه، وملعب المباراه قريب من المطار، هو يعني ليس بقريب من المطار. وفي وقت وفي مسافه، دي الحقيقه، ده الوضع اللي احنا شايفينه هنا. اي حد يقدر يدخل على الانترنت عن طريق الجي بي اس. يعني الوقت بين الملعب والاوتيل قد ايه؟ لو الطريق مزدحم هتاخد وقت، يعني هو الطريق مزدحم ممكن توصل لساعه ساعوي، لكن لو الطريق مش مزدحم ممكن حوالي 45 دقيقه ان شاء الله. يعني مسافه بعيده للاسف، مسافه بعيده جدا. طيب لا، ان شاء الله يعني الموضوع يكون خير، وده الحل الامثل. مفيش فنادق ثانيه قريبه من هناك، ان شاء الله تبقى الامور كويسه. طيب بالنسبه للجماهير يا ماهر، هل في توقعات باعداد معينه جايه من مصر؟ يعني في ترتيبات لاعداد معينه تيجي من مصر ولا لسه الاعداد دي مش معروفه؟ والله يعني هو هنا في ترتيبات، لان في مدرج هيكون متواجد للجماهير المصريه. سعته قد ايه؟ على استعداد دقيقتين. يعني ممكن ياخد حوالي 3000 متفرج. حلوين، متفرج ومؤمن بشكل جيد جدا. لكن انا ما اعرفش الحقيقه ايه اللي جاي من مصر، يعني انا ما يعني حتى الان ما عنديش معلومات من مصر، عشان انا متواجد هنا في السنغال يعني اكثر من 6 ايام. لكن اعتقد ان في جماهير مصريه هتيجي ان شاء الله يوم المدرجات هنا، وان شاء الله ان شاء الله والماتش يعدي على خير باذن الله. ان شاء الله باذن الله. المنتخب هيتدرب امتى بكره ان شاء الله؟ بكره تمرينة المنتخب الساعة 3، يعني الساعة 3 ان شاء الله. وفي مؤتمر صحفي، وبعد كده يعني تمرينة منتخب السنغال باذن الله. ماهر، انت عامل شغل عظيم في السنغال بصراحة، انا يعني متابعك وشايف شغلك ما شاء الله، يعني دايما موفق. اشكرك يا كريم، وانت دايما منور الدنيا كده. حبيبي اشكرك. الزميل العزيز ماهر جنينة من السنغال، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة والرسالة عن استعداد السنغال لاستقبال منتخبنا الوطني. بإذن الله تبقى مباراة كبيرة في السنغال.